السلام عليكم ورحمة الله. إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يفي به بعد فترة من الزمن بظروف معينة فما الحكم؟ إذا اشترط الزوج على نفسه شرطا، إذا وافق على شرط من الشروط، وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أوليا، نعم، فإنه إذا لم نفي به فللزوجة البصر، لها أن تفسخ النكاح. إذا لم يفي به بظروف معينة، ولو في ظروف معينة، إلا إذا كان عند الشرط قال نعم أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شرط. أما إذا قال أنا ألتزم به مطلقا فإنه يلزم به وإلا فلها الفسخ. ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا، قال رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فمن شرط شرطا لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذا الحال أن يطلب من المرأة التنازل، للزوج أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض يعطيها. نعم، هو لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، لكنه في هذا الحال ينبغي أن يقنعها، يبين لها أن هذا خير وأن ذهابها للعمل إضاعة لبيتها وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يبذله لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرط، إلا إذا كان شرط عليهم أنه نعم أنا ألتزم بأن أمكنها من التدريس أو من العمل بشرط أن لا يأتي أولاد يسدونها، كان ذكرها هذا فهو على شرط. نعم.